قال وزير الدفاع الامريكي جيمس ماتيس ان واشنطن ستستمر في الضغط على روسيا بسبب ما وصفه بالسلوك العدواني، واضاف ان الولايات المتحده ملتزمه بمساعده الجيش الاوكراني. واكد ماتيس خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الاوكراني بيترو يوروشينكو ان روسيا لم تلتزم باتفاق مانسك لوقف اطلاق النار، والذي كان من المفترض ان ينهي العنف الانفصالي في شرق اوكرانيا. وأشار إلى أن العقوبات ضد روسيا ستبقى في مكانها إلى حين توقف موسكو عن دعم المتمردين وتعيد شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا.